أنا عندي من الوقت 7 أو 8 دقائق، هتكلم عن رؤوس أقلام فقط وليس محاضرة. التحديات اللي بتواجه المؤسسات العمل الخيري، خاصة العمل الخيري العربي والإسلامي. أول تحدي بيواجهنا هو الحوكمة وثقافة المؤسس الذي لا يريد والتي لا تريد أن تترك المؤسسة على الإطلاق، وبيخش معها يدخل معها غياب النظم وعدم تحديد المسؤوليات. 12 دقيقة طبعا، زودني 5 دقائق. دي أول عقبة عندنا في العمل الإنساني الجمعي. العقبة الثانية عدم وضوح الرؤية، وأننا نعمل دائما بالاستراتيجيات، نعمل دائما بالمزاجيات. يعني إذا كان المدير جات له فكرة رؤية، أو الرئيس جات له فكرة رؤية، أو هو بيسوق العربية، أو حتى أنا وأنا بستحمى، أو كان الفكرة دي حاططها لإيه، لمجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي. ده على مستوى المؤسسة. الكوادر البشرية المتاحة أغلبها لا يصلح للعمل في المؤسسة، لا يصلح على الإطلاق. يعني أغلب الكوادر البشرية التي المؤهلة تعمل في القطاع الخاص للعائد المادي الكبير عليها. في نفس الوقت غير مدربة، حتى ولو كانت مؤهلة لا توجد ميزانيات داخل الجمعيات لتأهيل الكوادر البشرية تكون في الميزانية نفسها. عدم وجود ميزانية لكل إدارة من الإدارات. أنا عضو في بعض الجمعيات الكبيرة دون ذكر أسمائها، مفيش ميزانية سنوية، مفيش مدير عنده ميزانية يستطيع أن ينفذ فيها كل شيء، يرجع لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير التنفيذي أو لرئيس مجلس الأمناء. البناء الداخلي اللي هو الهيكل الداخلي بتاعنا قد يكون موجود على اللوحة لكن مش موجود على الواقع. مع وجود صلاحيات لكل إدارة ولكل مدير ولكل موظف تحفظ لهم حقهم في الحديث وحقهم في المراجعة وحقهم في الأداء. الخطط، هل نحن نعمل بخطط أو اليوم هنروح هنا وغدا سنذهب هناك أو إلى آخره. الخطط جزء من الاستراتيجيات. التمويل الدائم، نحن نعتمد على الممول، والممول مزاجي. وكلما سافرت لبعض الدول خاصة العربية تجد أن المشاريع معروفة، لأن الممول يريد أن ينفذ بعض المشاريع التي أصبحت تقليدية دون ذكر أسماء المشاريع لكي لا يساء إلى مشروع بعيد. وترى ان الجمعيات تعمل، كل اغلب الجمعيات تعمل في 4 أو 5 أو 6 مشاريع. طب واين المشاريع التي تبني المجتمع؟ وحتى فهمنا للتنميه مش حفر بير. التنميه فيها اشياء كثيره، اهمها بناء الشخص وبناء المجتمع اللي احنا بنشتغل فيه. مش فقط انا ضربت بس حفر البير وانه هو جزء من العمل التنموي، لكن هو مش العمل التنموي. تنمية أعقد وأبعد من هذا. الخلط بين الأوراق، خاصة العمل الإنساني والعمل السياسي والعمل الديني، في خلط كبير جدا، خاصة في الصلاحيات أو في وجود أعضاء مجلس الإدارة في أكثر من جمعية لها صفات مختلفة، أو خلط الأوراق السياسية بالأوراق الإنسانية وعدم معرفة المعايير الإنسانية الدولية. عدم وجود ميزانيات لنا داخل المؤسسات للأبحاث والدراسات. مش موجود. أنا أتكلم عن اللي أنا أعرفه، لكن قد يكون موجودة في أماكن أخرى. والأبحاث يعني بيفرض لها الباحثين والمراكز البحثية. أغلب العاملين عندنا خاصة في الدول العربية متطوعين. المتطوع نحتاج له ونحتاج أن ندربه، لكن لا يقود العمل.
لابد العمل من متفرغين حرفيين قادرين على انفاذ الخطط والاستراتيجيات. اهتم بالمتطوع لكن لا يقود العمل. على المستوى الميداني خاصة في القضية السورية، العمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل القوانين. يحكم العالم الآن شئنا ما بين قوانين الإرهاب ومكافحة الإرهاب والصورة النمطية السيئة التي يرسمونها على العمل الإسلامي بالذات، الإسلاموفوبيا والزينوفوبيا والحاجات دي كلها. مع ظل قوانين الإرهاب يسجن من يسجن ويغلق مؤسسة من تغلق دون الرجوع إلى أي شيء. القوانين التسجيل في البلاد والعمل داخل بعض البلاد لا تمنع قبل أن تسمع، تمنع قبل أن تسمع. زي ما قلت أمس في مؤتمر اليمن، الدولة التي ليس بها مؤسسات مجتمع مدني ليست دولة، ويزعل مني من يزعل، وهي دولة هشة، دولة هشة تستطيع أن يخترقها أي نظام أو أي مجموعة وتحولها إلى دولة فاشلة. لأن الذي يحافظ على النسيج المجتمعي هي مؤسسات المجتمع المدني، تشتغل مع الطفل، مع المرأة، مع الزراعة، مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا، وتنفذ إلى كافة المجالات لتساعد الحكومة والقطاع الخاص، فهي مكملة للحكومة والقطاع الخاص. العمل في المناطق الحدود اللي هي الصراعات، يعني يغير القانون الإنساني الخيري في بريطانيا من أجل القضية السورية، لبعض المتطوعين اللي هم بنسميهم باللغة العربية أهوج، يعني أهوج أهوج يعني أهوج يعني أهوج طب جمع أهوج أهوجاء هوج غيروا القانون. أحد الجمعيات كان بطلع قافلة لقوا معاها 50,000 جنيه استرليني كاش، دي كان أول القصيدة، فمسكوهم في بريطانيا وبدأت السلسلة تتتابع. العائدون من سوريا، ليس كل من تسوغ له نفسه أن يعمل في مناطق الصراع أن يعمل. مناطق الصراع هي مناطق أمنية استخباراتية عسكرية بالدرجة الأولى، العملية مش عواطف. غير كل القوانين الإنسانية في العالم بعد القضية السورية ودخول الناس وخروجهم، وأي حد يصور مع حد، الشباب اللي راح حتى في أماكن أخرى وصوروا مع قيادات سياسية لما رجعوا في بلادهم العربية يعني إيه، أزيحوا من مجالس الإدارة. العاطفة قد تكون جزء ميسر لكن في حالتنا هي جزء معطل للعمل الإنساني. المصاريف الإدارية إن أنا أتألم منها كثير، لأن في عندنا مؤسسات في بريطانيا تقول لك زيرو أدم، يعني ما فيش ولا قرش يصرف فيها، ونفتخر إن إحنا لنا 2% و 3% وقد نصرف أكثر من 50% لسوء الإدارة والفساد الإداري وعدم وجود محاسبية أو مرجعية أو إلى آخره. يعني لو إحنا حابين نحاسب نفسنا في المشاريع اللي بنعملها في الميدان محاسبة وتقييم، هنجد إن التسيب وسوء الإدارة بيؤدي إلى إهدار كثير من الأموال بتاعة المتبرعين. التكامل، يعني أنا سعيد جدا باللقاء اليوم لأنه عامل شبكة، لكن من نصيحتي أنا أن لا يقود هذه الشبكة لا منفذ ولا مانع، شخصية حيادية من خارج السرب مطلق. وده اللي احنا اتعلمناه، ان كذا شبكة عاملينها في بريطانيا، رئيس مجلس الإدارة ليس عضو أحد، ليس منتمي لأحد أعضاء من الجمعيات أو من الشخصيات اللي هي بتدير الموضوع، كده مش شخصية حيادية. واحنا عندنا منفذين وعندنا رعاة، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، تتفقوا على شخصية عامة لكي لا يميل إلى هؤلاء أو لا يميل إلى هؤلاء. طبعا سعيد جدا
الشبكة وأتمنى لها النجاح، وفي 6 أشهر نكون شبكة، بس المهم تستمر الشبكة ونكون هدفنا من الشبكة مش كل واحد فينا ياخد أكبر عدد من الأيتام، لا، كل واحد فينا ينزل لفكرة اليتيم وشخصية اليتيم وكرامة اليتيم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بأن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أصبح يتيما. فإحنا نتمثل في دعمنا لليتيم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكاملية في الرؤية، ليه ما نقعدش مع بعض كجمعيات نتكلم وكل منا عنده شخصيته، دي ما نتنازلش عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية. شخصيتنا مش جزء من القرآن. ما احنا اسمه اللهين ولسنا بأنبياء. دي ما نتنازلش للآخر. وإذا كان الآخر أحسن منا فليبدأ العمل ونساعده. لأنا أنظر إلى شعاري فقط. نزل الشعار. لأن الأصل اليتيم والأرملة والفقير والمريض والشيخ الكبير زي ما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز في حينما ولي الخلافة كلماته المشهورة لزوجته لما اعتزل لمدة 3 أيام وكان يبكي، فهي كانت فرحانة، كلنا فرحانين، خلافة بقى من الأندلس إلى الصين وجيوش وكذا، والله ويحك يا امرأة وقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت. فكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة واليتيم المقهور والرجل الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم وأمثال هؤلاء في الأمة. هم اللي بنشتغل معاهم احنا بنعمل إنساني. رسالة عمر بن عبد العزيز رسالة خالدة وهي جزء من رسالة نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأولئك الناس الذين نتشدق بهم أو نتشدق عليهم أو نتشدق على المجتمع بأننا نخدمهم وأننا نخدمهم معهم. أضرب مثل بسيط عشان الوقت قرب يخلص لأن لكم خلص. تكفلت اليتيم عمرها ما كانت $10 أو $20 أو $30. في جمعيات كثيرة تدي اليتيم لأكثر من جمعية عشان $30 و$40 لا يكفي حفظ كرامة طفل يتيم. وإن أردنا أن نكرم اليتيم ونكفله فعلا ونكون مع الرسول كهاتين، فأن نكفل اليتيم رعاية كاملة كما نكفل الأطفال، وهذا لا يقل عن $120 شهريا. واسألوا المؤسسات التنفيذية. الرقم ده أنا جبته من بعض المؤسسات ما عندكم في لبنان يا دكتور عبد الحليم، لأنهم كانوا بيقولوا هذا الكلام وهذا كان واقعي فعلا. والمتبرع يجري أو يسعى أو يلهث حول أو وراء الأقل كلفة. إحنا بنتعامل مع أرواح أطفال وأمال وأحلام ومشاعر ومشاكل لا تحل $20 أو $30. في العمل الميداني أيضا انفتحنا على الآخر. حتى بيننا بين جمعياتنا احنا بنتنافس تنافس حاد، انا الاول، انا الاحسن، انا الاقرب، انا ايه، انا دي اللي احنا بنتكلم عنها دي. والفلوس مش فلوسك والمال مش مالك، ها، وانت ممتحن على هذا المال سواء كنت انت راعي ام منفس، وانت اجير لدى الفقير، نحن اجراء لدى الفقراء. ومن يعتقد انه يملك جمعيه لأنها تبرع بمليون أو كذا فهو خاطئ. حتى بردك قال لي مخطئ اللي هو العربية بتاعتي لابد أن نتكامل بيننا وبعضنا كجمعيات، ثم بيننا من حكومات، ونحن جزء من نسيج المجتمع. المعلومة اللي عندنا هي ملك للمجتمع، والحكومة هي جزء من المجتمع بكافة الإدارات بتاعتنا. نتكامل مع الآخرين في الميدان، نعمل عمل عام، ليس عمل سياسي أو عمل عسكري أو عمل أمني أو إلى آخره، عمل عام ومفتوح، والمعلومة اللي عندنا ملك للمجتمع وليست ملك للجمعية. المجتمع من حقه أن يسأل
من رئيس مجلس الإدارة وأنه يفصل رئيس مجلس الإدارة. هذه قوة المجتمع الذي يمنح الجمعية هذه الحقوق. نفتح مهم جدا. نبني شركات خلاص. أحد واحد لا شركات. تعال أقف جنبي عشان أخذ معك صورة. من حسب وقت بقى. تكلم كلام باللغة العربية أنا فاهم. طب يا اخوانا مين يا اخوات يلا بص بس عشان اخوات يشوفوك بص الاخوان عشان يشوفوك طب ما يخرجش من الليله دي لما متجوزين مش عارف قبل واحده كرديه كده جميله كان نفسي انا اتجوز كرديه لكن انت ما بس احنا عايزين يعني ايه النسب بين الشعوب والاجناس بناء الشراكات مهم جدا واصبح فرض عين دلوقتي. الشراكات بناء الشراكات اصبح فرض عين طبعا هنجوزه يعني بصوا له عليه بصه ثانيه بقى. انظروا له نظره اخرى. خلاص؟ بص كده عشان جزاكم الله خير.